كنت هضرت على موضوع ديال الزواج وقلت ما كيبغيوش يتزوجوني حيت انا فقير. انا ما هضرتش على راسي بالضبط، هضرت على واحد الفئه. كنت قلت انا فقير وما كيبغيونيش الناس، وحيت ما كيبغيونيش البنات، وكنبقاو غير ملي كنوصلوا لواحد الموضوع كيقولوا كيبغيو شي يتزوجوا زعما حيت الحاله الماديه. مي انا ما كنهضرش على راسي، هضرت على واحد الفئه ديال الناس فهمتي، اللي كيعيشوا نفس الاخر. وهذا الشيء كامل شنقول لك سببه هو ديك عوجه الكعصوص ديال ساريكول، هي اللي كدير هذا المشكل. حرشت علينا البنات، والله الا لقيها العكس، والله الا لقيها العكس في هذا النهار، اللهم تعالى الا لقيها الكساد. قالت لك البنت اللي هضرتي معاها كتقول لك خاصني جوج المنيول، جوج المنيول، المنيول سهله، المنيول راه نشري بها جنتي، نمشي بها للحج، نصيفط الوالده للحج كاع، فهذه جوج المنيول. ولهذا كنبغي نقول لهم من هذا المنبر، البنت اللي بغات تزوج المنصه كتساينك، الكوستيم راه كاين، ومرحبا لاله، مرحبا في اي وقت، حنايا راهنا الاشاره غير الفلوس راه ما كايناش. والحمد لله ماشي ما كايناش، راه الفلوس كي الروز، الفلوس كي تبن، ولكن مشات الفلوس وبقات تبن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.